نشرة رياضية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. حسم بوروسيا دورتموند قمة ذهاب الدوري الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي جمعته بتشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه بهدف دون رد على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وسجل هدف اللقاء الوحيد كريم أديمي عند الدقيقة 63. وفي مباراة أخرى عاد بنفيكا البرتغالي فائزا من أرض مستضيفه كلوب روج البلجيكي بهدفين دون رد، سجلهما كل من جواو ماريول والبرازيلي ديفيد نيريس. وللحديث أكثر عن مباريات دوري أبطال أوروبا معنا عبر سكايب معتصم يونس الكاتب والمحلل الرياضي من الأردن. أهلا بك كابتن. أهلا بك خديجة، تحياتي لك ولكل الزملاء الكرام في الجزائر الدولية ولكل متتبعيكم الأفاضل. مرحبا بك. إذن البداية بمباراة القمة وليلة سقوط تشيلسي على يد بوروسيا دورتموند. تشيلسي حقق انتصارين فقط في 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، واليوم يخسر ذهاب ثم نهائية تشامبيونز ليج، وقد يغادر أيضا المنافسة، كل هذا رغم الصفقات الكبيرة التي لم تغير شيئا. السؤال، ما الذي يحدث في النادي اللندني؟ ما يحدث في الوقت الراهن بأن هناك مجموعة كبيرة من الانتدابات التي تمت في الميركاتو الشتوي وعددها 8 صفقات، ومن قبلها 9 صفقات كانت في الميركاتو الصيفي. بالتالي المدرب جراهام بوتر بدون انتقاد لشخصه الكريم لربما هو أقل قدرة على السيطرة على مجموعة النجوم الكبيرة المتواجدة داخل أروقة ستامفورد بريدج، والمشكلة الأكبر وهي عملية دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى. بالتالي لربما يصبح هناك فوضى تكتيكية في أرضية الميدان. ولكن حتى نكون منصفين في داخل إطار الموضوع وهو السقوط أمام بروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك، أنا أعتقد بأن الانسجام، بأن اللحمة الجماعية، بأن الاستقرار الفني والثبات الإداري في بروسيا دورتموند بقيادة المدرب إيدين تيرسيتش لربما هو من تفوق، بالإضافة للكثير من المجهودات والمساعدات التي قام بها الحارس السويسري كوبيل في لقاء الأمس. تشيلسي في الأمس تفوق فرديا، تفوق مهاريا، تفوق على صعيد المد الهجومي بشكل كبير، ولكن كان ينقصه التوفيق وكان ينقصه الكثير من الحظ. هناك أكثر من عارضتين، هناك كرة أخرجها إيميلي تشان عن خط المرمى، وهناك 6 تصديات للحارس السويسري كوبيل. ومع ذلك تشيلسي بتصور الشخصي في غضون 3 إلى 4 أسابيع قادر على العودة بقوة بزيادة الانسجام والكيمياء والتعارف بين مجموعة اللاعبين تحت قيادة المدرب جراهام بوتر. طيب كابتن معتصم، الدور ثم النهائي شهد أيضا مواصلة نادي بنفيكا موسمه الأوروبي المميز. ما سر تألق نادي بنفيكا، وهل تعتقد أن النادي البرتغالي قد يكون أحد مفاجآت هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا؟ بكل تأكيد نعم، أتفق معك خديجة، لأن المدرب نادي بنفيكا نادي عريق في كرة القدم الأوروبية وخاصة في مطرح دوري الأبطال. النادي متعارف عليه بأنه يمتلك واحدة من أفضل الكشافين على مستوى الكرة الأوروبية، وخاصة بأن أغلب اللاعبين الموجودين في بنفيكا هم اكتشاف وإما هم عملية تحضير في مدرسة بنفيكا، بالتالي هم قادرين على إخراج أفضل ما لديهم. ونعلم جيدا بأن بنفيكا يمتلك واحد من أفضل المدربين حاليا في كرة القدم الأوروبية وهو روبرت شميدت، وخرج من مجموعة صعبة أمام البي أس جي وأمام اليوفي في المركز الثاني، وخلق الفرجة وخلق الانتصار، وحتى كان هو المتصدر لأنه تعادل أمام البي أس جي ذهابا وإيابا. بالتالي كان يمتلك الأفضلية، كان يمتلك حضور في لقاء الأمس أمام كلوب بروج. أعتقد بأن كتيبة سكوت باركر لربما أقل قيمة فنيا وأقل قيمة على مستوى الحضور وعلى مستوى الإمكانيات. بنفيكا الآن يضع قدم كما تفضلت سيف، نعم هدفين مقابل لا شيء هو أمر إيجابي. الآن هو بتصور الشخصي حضوره أساسي، وحضوره ليس مفاجأة في الدور الربع النهائي برفقة الثمانية الكبار في مطرح دور الأبطال. الآن في مواجهة العودة هناك في دلوج في البرتغال، قادر بنفيكا على حسم المأمورية وتكرار الانتصار مرة أخرى، لأن حجم الفوارق كان كبير وواضح في لقاء الأمس ما بين بروج وما بين بنفيكا. طيب معتصم، لا يمكن الحديث عن مباريات ثم نهائي دوري أبطال أوروبا دون تسليط الضوء على سقوط البي اس جي على ملعب حديقة الأمراء على يد البايرن ميونخ، ما جعل الكثير من التساؤلات بدأت تطرح حول لعنة إن صح القول النادي الباريسي في دوري الأبطال، وما إذا كانت ستتواصل هذا الموسم أيضا. أعتقد بأننا بحاجة لمزيد من الوقت خديجة لنحكم بشكل فعلي على هذا المشروع، لأنه يقاتل منذ عدة سنوات. تقريبا في آخر 6 مواسم شاهدنا البي أس جي دوما حاضر في الأدوار الختامية لدوري الأبطال، سواء في نصف النهائي أو في ربع النهائي، وكانت لديه فرصة في عام 2020 أمام البايرن في عز جائحة كورونا من أجل تحقيق أول لقب، وخسر في النهائي هناك أيضا في البرتغال. ولكن بتصور شخصي المشروع في الوقت الراهن يمتلك كافة عناصر النجاح، وإن كان هناك الآن مشكلة ظهرت جديدا
على السطح، وهي لربما فقدان المدرب كريستوفر جالتيه السيطرة على نجوم البي اس جي، وخاصة بأن هناك بعض الأخطاء التكتيكية وحتى على صعيد وضع التركيبة البشرية في مواجهة البايرن، والتي لربما بالرغم من سوء ما قدمها البي اس جي خسر فقط 1-0 أمام البايرن، وكان لربما قادر على تحقيق العودة أو تحقيق نقطة على أقل تقدير عندما دخل كيليان مبابي إلى النتيج إلى اللقاء وسجل هدفين وألغاهما الفار بداعي التسلل. بالتالي في لقاء العودة هناك فرصة كبيرة أمام البي اس جي ليعود ليقدم وجه مغاير في 7 و8 من مارس عندما يكون لقاءات العودة، ويمتلك حضور طاغي، يمتلك شخصية، والأهم من كل ذلك ويمتلك عدة مفاتيح لعب، سواء نيمار جونيور، سواء ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم، عودة كيليان مبابي وهو بأفضل أحواله البدنية قادر على إعطاء الأفضلية. البايرن فريق كبير وعملاق يمتلك تقليعة شخصية دوري الأبطال، حاله كحال الميلان، حاله كحال ريال مدريد. البي اس جي فريق عمره لا يزال 53 عام، بالتالي هو في عملية صقل واستحضار لشخصية الفريق القادر فعلياً أن ينافس الكبار والهوامير في هذه البطولة. الكابتن معتصم يونس المحلل والكاتب الرياضي كنت معنا عبر سكايب من الأردن، نتشرف دائما بوجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الطيبة. شكرا. نواصل هذه المرة مع الدوري الأوروبي، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برشلونة في ذهاب الدور 32، ويستأنف اليونايتد مشواره الأوروبي بمواجهة برشلونة للمرة 14 في تاريخه والأولى في مسابقة اليوروبا ليج، وسيكون المانيو بقيادة إيريك تينهاج منقوصا من خدمات ماكتوميني أنتوني مارسيال والموقوف، بينما تدرب ليساندرو مارتينيز على الرغم من إيقافه، فيما يعول الشياطين الحمر على راشفورد الذي سجل 21 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم من أجل تحقيق الفوز. حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على صديقه أرسنال ب3-1 في قمة مؤجلة من المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي جاك غريليتش والنرويجي إيرلينغ هالاند، فيما وقع لهدف أرسنال الوحيد الإنجليزي بوكايو ساكا من ركلة جزاء. بهذه النتيجة ارتقى السيتي حامل اللقب إلى صدارة البريمير ليج برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الثاني. فزنا على أرسنال على ملعبه، حضرنا إلى هنا قصد تقليص الفارق، لكن فزنا بالمباراة وأصبحنا في الصدارة. أرسنال لديه مباراة مؤجلة، لذا فأنا أعتبره في الصدارة. تبقى العديد من المباريات، هناك مباريات دور أبطال أوروبا والدور الأوروبي، الكثير من المباريات والعديد من الصعوبات على الجميع، وكل شيء ممكن في كرة القدم. من الصعب للغاية اللعب بالمستوى الذي يتطلبه اللعب ضدهم لتحصل على فرصة للفوز. أعتقد أننا فعلنا ذلك وفي لحظات كثيرة تفوقنا عليهم، لكن إذا أهديت 3 أهداف ستنهزم. لقد أهديناهم المباراة، لم نستغل الفرص الكبيرة التي أتيحت لنا. إنه أمر مؤسف لأننا تفوقنا عليهم. حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه إلتشي برباعية نظيفة ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني، وسجل كل من ماركو أسينسيو، كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش أهداف النادي الملكي. وبهذه النتيجة قرص ريال مدريد الفارق عن المتصدر برشلونة إلى 8 نقاط، معززا مركزه في وصافة الليغا برصيد 48 نقطة، بينما يتذيل إلتشي الترتيب ب9 نقاط. في التنس تأهل الإسباني كارلوس الكاراز إلى نصف نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس بتغلبه على الصربي لاسلو ديري الأربعاء، وبعد غياب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة فاز الكاراز بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2 و4-6 و6-2. هذا سيقابل الكاراز في الدور الأربعاء دوسان لايوفيتش. ختام أخبار الرياضة، للمزيد تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية على الإنترنت. إلى اللقاء.